الرحيم أيها الإخوة والأخوات، أشكركم بداية على تقدية الدعوة لحضور هذا. كل سؤال يوجه إلى المساهمين في هذه الندوة يجيبون عنه في 4 إلى 5 دقائق، ثم سؤال ثاني، ثم نفتح المجال للقاعة، ثم سؤال ثالث أخير. إذا لم يكن هناك أي اعتراض، فقط فيما يتعلق بترتيب المداخلات، إلى موجة من الإصلاحات توجت بداية بإصلاحات دستورية، ثم شرح المغرب الآن في سلسلة من التدابير بصفة عامة التي هي تدابير قانونية ولكن يلزمها إصلاحات سياسية أخرى. لذلك سؤالنا إلى الإخوة المتدخلين وهو ما هو رأيهم في هذه الترفية التي يمر منها المغرب؟ ما هو تحليلهم للمحركات العوامل المجتمعية التي تحركها؟ كيف تنظر أحدهم إلى مستقبل المغرب من خلال هذا المداخل؟ وحتى لا تتداخل المواضيع، المحور الثاني سيكون حول تمثيلية الشباب والنساء والعدالة، والموضوع الثالث والأخير سيكون حول ما العمل في حالة عدم وجود تدابير فعلا تضمن نزاهة الانتخاب. إذا نتفقنا على بركة الله، سيأتي المتدخل الأول. تمام بسم الله، لا تمام بسم الله. 5 دقائق المرجو باش نكونوا مركزين وبالمساواة بين الجميع.